تخطيط بالنادي الاهلي بترفض بيع معلول واجاييه وازار. طيب لجنه التخطيط حتى الان اجتمعوا مرتين، ده على حد معلوماتي يا جماعه، لو معلومه عندي مش مظبوطه صححها لي، لكن هو اللي اعرفه ان هم اجتمعوا مرتين. المرتين اكيد اتكلموا في امور كتير جدا بشكل عام مش بشكل خاص، واكيد هيتم تحديد الاحتياجات والاستغناءات بالنسبه للنادي الاهلي خلال ايام مقبله. وبرده هرجع لنفس النقطه ومش هزهق، هرجع لنفس النقطه مش هزهق، برده كل ده هيبقى مترتب على ميعاد انتهاء بطوله الدوري. لكن لسه يا جماعه الامور ما اتحسمتش، ما انا باكد لكم الامور لسه ما اتحسمتش بخصوص طبعا اللعيب اللي ممكن يتم بيعه او اللاعبين اللي هيتم الابقاء عليهم. في لاعبين طبعا صعب ان انت تسيبهم خالص يعني، ومنهم طبعا معلول واجاييه وازار وكمان جيرالدو، لكن كله هيكون مترتب عليه على الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. نروح للدستور واللي بتتكلم عن ان الاهلي بيبقي على ازاره في الموسم المقبل وضوء اخضر لتسويق اجاييه. طيب الوطن قالت ان اجاييه مش ماشي، الدستور قالت ان اجاييه الاهلي ما عندوش مانع ان هو يبيع اللاعب، كلها اجتهادات، كله بيحاول. احنا بنعرض لكم كل الاخبار دي عشان انتوا طبعا كجمهور اهلي وكناس حابه جدا النادي والكيان تبقوا الحاجات دي اكيد بتشغلكم، وبالتحديد بتشغلنا كلنا، الصفقات والتعاقدات والنادي الاهلي هيعمل ايه الموسم اللي جاي والنادي الاهلي هيفكر ازاي واللاعبين والمراكز وكلام من ده. فيا جماعه انا بعرض لكم كل الاخبار دي عشان اكد لكم ان كلها اجتهادات وكلها امور غير محسومه حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن يكون في خاص بعض القرارات اللي تم حسمها في، لكن لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي وكله هيكون مترتب على النقطه اللي انا قلت لكم عليها. خلاص انتوا بقى مش هتنسوها، مش هقولها تاني. تمام. الشروق، الاهلي وافق على انتقال احمد الشيخ للمقصه مقابل التعاقد مع محمد توني، من لاعب كويس جدا ولاعب مميز جدا محمد توني في الحقيقه، لكن لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي المفاوضات هتكون ازاي، هل اصلا في مفاوضات مع النادي الاهلي ابتدت ولا لا من قبل النادي الاهلي مع فريق مصر المقصه، هل ابتدت ولا لا، كل الامور دي لسه اجتهادات برضه. لكن طبيعي جدا ان احنا في فتره زي دي في اي موسم في اي دوري في العالم بنفضل نتكلم عن الصفقات وكلام من ده، بس اعتقادي الشخصي يعني واعتقد حضراتكم بتوافقوني في هذا الراي ان مش ده الوقت المناسب خالص ان الفرقه تتكلم على الاستغناءات والانتدابات للموسم الجديد. ليه؟ لان الموسم عندنا لسه ما خلصش. وبمناسبه الموسم لسه ما خلصش، النادي الاهلي كمان في المذكره بتاعته باعت يا جماعه احنا قلنا عايزين لو انتوا عايزين تلعبوا مباراه الكاس نلعبها، محدش رد. وفي ناس طبعا طلعت تهزر تقول لك اصل عبد الله السعيد مش هيلعب، اصل مش عارف مين رمضان صبحي عايزين يلحقوا يلعبوه قبل ما الاعاره تنتهي. الكلام ده كله طبعا غير منطقي بالمره يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده مش نادي الاهلي بيفكر في لعيب هيلعب ولا مش هيلعب يعني. لكن الشيء بالشيء يذكر، برضو اتحاد الكره ما ردش على هذه الجزئيه رغم ان انت كان ممكن ان انت تبتدي مباراه، لان في بعض الانديه وصلت لقبل نهائي كاس مصر، كان ممكن تخلص مباراه في دور 16، ليه ما خدتش القرار ده مش عارف. اتكلمنا على احمد الشيخ ومحمد توني، الموضوع ده يا جماعه مش محسوم اطلاقا، مفيش الكلام ده لسه حتى الان، وكلها امور زي ما قلت لحضراتكم لسه الكلام هيكون عليها كتير الفتره اللي جايه، وهتسمعوا اسماء كتير جدا وتعاقدات كتير جدا وحسم كمان للنادي الاهلي في لبعض الصفقات كتير جدا خلال الفتره الحاليه رغم عدم توافق القصه بصراحه ما بين عدم انتهاء الموسم المحلي والامور التعاقديه الخاصه باللاعبين. اليوم السابع كمان بتتكلم على ان الاهلي بيجهز عرضا لمحمود متولي لاعب الاسماعيلي في الصيف، ممكن يكون من ضمن الاسماء المرشحه للانضمام لنادي الاهلي، لكن برده مفيش استقرار رسمي على متولي لاعب الاسماعيلي، ولو النادي الاهلي استقر بشكل رسمي اكيد هيخاطب النادي الاسماعيلي ويشوف طلباته الماديه ايه. لحد دلوقتي مفيش، لحد دلوقتي مفيش الكلام ده يعني، مش بقول لكم مفيش وخلاص عشان ننفي الاخبار، لا لا، لو في خبر صحيح من دول يا جماعه هنقول لكم بكل تاكيد، لكن حتى الان الاخبار دي كلها اجتهادات زي ما قلت لحضراتكم ولسه ليس لها اي اساس من الصحه. ترديه احمد فتحي في نفس الخبر في اليوم السابع، موضوع كتير قوي بقى بايخ قوي موضوع احمد فتحي، ان كل سنه احمد فتحي عايز ترضيه، احمد فتحي عايز يمشي، احمد فتحي راح مضى مش عارف فين، احمد فتحي هيعتزل، احمد كلام كتير جدا جدا في الحقيقه على احمد فتحي، وانا يمكن تواصلت مع احمد وسالته على حقيقه الكلام ده. باختصار شديد جدا جدا يعني، احمد فتحي لسه عنده سنتين في عقده مع النادي الاهلي، مفيش اي تفكير في كل الكلام اللي انتم بتسمعوه وبتقروه دلوقتي خالص. دي تاكيدات انا بقولها لحضراتكم. احمد فتحي لسه ناقص له سنتين في عقده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مهتم جدا جدا ببقاء احمد فتحي، ليه؟ لانه
مش محتاجين ان احنا نتكلم على احمد، لاعب خبرات كبيره جدا، لاعب امكانيات رائعه جدا، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها، فهو من الركائز الاساسيه اكيد للنادي الاهلي في الموسم المقبل. اي كلام ما هتسمعوه احمد فتحي كلام غير صحيح، واللاعب لسه ناقصه سنتين في عقد. المسا كمان قالت ان خلاص ان ابو جبل لاعب سموحه جاي النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده ثلاث حراس مميزين جدا، شناوي، اكرامي، علي لطفي. واحنا مش بنقول مميزين عشان احنا في قناه الاهلي فلازم نقول مميزين، لا والله فعلا يا جماعه هم حراس مميزين. هتقول لي في اخطاء كتير، في اخطاء كتير بصراحه، في اخطاء كتير عند الحراس، حراس النادي الاهلي بالتحديد محمد الشناوي اللي شارك الموسم يعتبر كله هذا الموسم، لكن الاخطاء دي وارده، الاخطاء دي طبيعيه، وارد ان هي تحصل، وارد ان هي تحصل، متكرره شويه، متكرره عندنا شويه، لكن وارد جدا يا جماعه ان اي حارس ومركز حساس جدا زي ده ان هو يجيله هزه شويه في المستوى، لكن ثقتك في امكانياته موجوده، ثقتك في شخصيته اللي يقدر بيها يمثل النادي الاهلي موجوده، موجوده في مين؟ في محمد الشناوي، موجوده في شريف اكرامي، موجوده في علي لطفي اللي شفناه في بعض المباريات بسبب اصابه الشناوي واكرامي واللي في الحقيقه تالق بشكل كبير جدا. فكره حارس جديد للنادي الاهلي بالتحديد ابو جبل غير مطروحه اطلاقا حتى هذه اللحظه، واحنا عندنا بالمناسبه حارس منتخب مصر الاساسي اللي هو محمد الشناوي مش عارفين هيكون متواجد في بطوله الامم الافريقيه كاساسي الفتره الجايه ولا لا، لكن هنشوف الكلام ده، لكن حراس النادي الاهلي كتير وموضوع ابو جبل ده غير حقيقي حتى الان وغير مطروح حتى هذه اللحظه. حارس مميز ابو جبل بصراحه، حارس كويس جدا، لكن النادي الاهلي ما بيفكرش في التعاقد مع ابو جبل لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، واثق كل الثقه في حراسه الثلاثه. بالاضافه كمان انت عندك مين؟ عندك مصطفى شوبير حارس كويس قوي، وعندك احمد طارق سليمان حارس كويس قوي. هتقول لي دول ابناء احمد شوبير وطارق سليمان، كلام ده مش منطقي يا جماعه. بص على الولد في ارض الملعب، اتفرج عليه، انا عن نفسي اتفرجت على الاثنين، اثنين مميزين جدا وحراس مميزين جدا، وهيكون ليهم دور كبير قوي في مستقبل النادي الاهلي في هذا المركز بالتحديد، مركز حراسه المرمى. فحراسه المرمى في النادي الاهلي بخير والامور كلها ماشيه بشكل كويس، والنادي الاهلي مش هيفكر خلال الفتره دي بالتحديد في التعاقد مع حارس مرمى جديد بالتحديد ابو جبل. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف النهارده، ايه اللي كتب